وصولاً اليوم إلى انطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة. والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4000 قرية، مستهدفين تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة، بموازنة تقارب 700 مليار جنيه أو يزيد. وإنني إذ أعلن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح مستعيناً على تنفيذه بالله وبثقتي في قدرات المصريين دولة وشعباً، فإنني أعتبره تدشيناً للجمهورية الجديدة، الجمهورية المصرية